صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد التابعين الأجلاء اسمه سعيد ابن جبير، عالم فقيه عابد. هذا الرجل كان في قيام ليله يردد القرآن ويرتله. توقف ليلة من الليالي عند آية من القرآن، آية واحدة، فأخذ يرددها ويبكي، يرددها ويبكي. شدة التدبر أحيانا وعمق التفكر في الآيات تجعل الإنسان لا يتجاوز آية. هذه الآية حقا مخيفة، هذه الآية عظيمة. قيل أنها آخر آية أنزلت في القرآن إحدى الروايات. فما هذه الآية التي كان يرددها سعيد بن جبير ويبكي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إنه سعيد بن جبير. يكفي أن هذا العالم الفقيه كان يتدبر القرآن، حق له أن يرددها. الربيع بن خثيم، وقيل خثيم، من شدة بكائه بالليل وصلاته وعبادته كانت أمه تقول له: يا بني هل قتلت نفسا؟ قال: نعم يا أمه. قتلت من حتى نكلم أهلهم؟ قال: قتلت نفسي يا أمه، قتلت نفسي بالذنوب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. تعودوا قيام ليلهم في رمضان وفي غير رمضان. عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله كان يقوم كل ليلة بربع القرآن، يعني كل أربع ليالي كان يختم القرآن ختمة، وما توقف عن قيام الليل إلا ليلة بترت وقطعت رجله، لم يستطع أن يقوم فيها الليل، ما كان يترك قيام الليل أبدا. كذلك كان محمد بن سيرين، كان كثير القيام والبكاء، فإذا أصبح الصباح كان كثير الابتسام والضحك مع إخوانه، كان لا يبين على نفسه، يعني لا يتظاهر بأنه كان يبكي وكان حزينا، كان يلهو مع أصحابه، فإذا قام الليل بكى. هكذا كان محمد بن سيرين. سئل الحسن البصري: ما بالنا لا نقوم الليل؟ يعني جاءه قوم يسألون: ما نستطيع أن نقوم الليل. قال: أثقلتكم خطاياكم، سيئاتكم منعتكم عن قيام الليل، أما أولئك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سفيان الثوري رحمه الله كان يقوم الليل طويلا وكان كثير البكاء أيضا. طبعا البكاء ليس كأي بكاء، بكاء من خشية الله. يقولون كان إذا أذن الفجر رفع، استلقى على الأرض ورفع رجليه إلى الحائط عشان يرجع الدم إلى رأسه. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. هكذا كان حالهم، إنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام
أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا